مشاهدينا واهلا بكم في حلقه جديده من سيدتي. امسي في بدايتها على الزميلتين خلود الجابر في الرياض وخلود النمر في جده. مساء الخير. مساء الخير لك ولمشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده ومباشره من برنامجكم سيدتي. اليوم من جده حنتكلم عن مرض تعفن الدم، هذا بالاضافه الى غيره من المواضيع المختلفه والمتنوعه. لكن في البدايه وكالعاده امسي على الزميله خلود الجابر بالرياض. يسعد مساك يا خلود. شكرا خلود واهلا بجميع المشاهدين. في فقره اليوم حديث عن تاثير الحمل على الجلد، فانتظريني سيدتي. اما الان فالعوده الى الزميله جيهان لنتعرف على بقيه فقرات اليوم. اليك جيهان. شكرا خلود. مشاهدينا يمكنكم مشاركتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعه الحلقات التي فاتتكم مشاهدتها عبر زياره صفحه البرنامج على اليوتيوب. اما الان فاليكم العناوين. في سيدة اليوم، منتدى الإعلام العربي ختم دورته 13 بتوزيع جوائز الصحافة العربية، والسعودية فازت بجائزة الشباب. أهل الفن تنافسوا مع أهل الإعلام وسط تضارب الآراء وتدافع الجمهور. كارين كرم من لندن إلى لبنان ومجموعة جديدة من لاوت كوتيوغ. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ننطلق في حلقتنا مع جولة سريعة على أبرز الأخبار أو أبرز الأخبار الصادرة اليوم. ننطلق في أخبارنا من صحيفة الحياة، إذ حذر تجار وصناع ملابس نسائية في غرفة تجارة جدة من أن إجبارهم على تأنيث محل الملابس والإكسسوارات النسائية سيرفع أسعار الملابس بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%، وأكدوا أنهم لم يتمكنوا من تطبيق القرار في أقل من شهرين، وأكدوا صعوبة توفير كوادر نسائية مدربة في تلك الفترة القليلة، مطالبين وزارة العمل بتدشين وإطلاق حملة توعوية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى الكثير من الأسر السعودية وتسهم في توفير بائعات يرضين بالعمل برواتب معقولة. إلى صحيفة عكاظ ننتقل، إذ أكد رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية صلاح الجبر شمول وثيقة التأمين الطبي لتغطية مرض كورونا، لافتا إلى أن شركات التأمين تتحمل مسؤولية تغطية نفقات العلاج وفقا للحد الائتماني لكل وثيقة. وقال إن الأمراض الوبائية الخطيرة تعمل الحكومة على حصرها من خلال وضع جميع الحالات المرضية في الحجر الطبي تفاديا لانتشار المرض بين الناس ومحاولة تقليل عدد الإصابات بين المجتمع، مضيفا أن المستشفيات الحكومية في حال نقل الحالات المرضية لها لا تطالب شركات التأمين بتغطية مصاريف العلاج. إلى الخبر الثالث، إذ اختارت جامعة حائل 50 طالبا وطالبة من المتميزين لابتعاثهم في دورات تحفيزية خارجية إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا وماليزيا لدعم قدراتهم وتطوير مهاراتهم. وقال مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خليل الإبراهيم إن الهدف من هذه الخطوة يأتي لتدعيم سوق العمل، وذلك بصقل الإمكانيات المعرفية والمهارية للطلاب على حد سواء، مشيرا إلى أن المؤشرات التي ظهرت مشجعة، وهو الأمر الذي يدعو الجامعة لتسخير جميع إمكانياتها، وذلك لتحقيق مخرجات فعالة وقوية ومتمكنة في سوق العمل. إلى دبي ننتقل، حيث اختتمت أمس فعاليات الدورة 12 من منتدى الإعلام العربي بحفل توزيع جوائز الصحافة العربية التي جاءت برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. أجواء الحفل ومن هم الفائزون في هذا التقرير نتابعه سويا. الرؤية
14 صحفيا عربيا وقفوا أمس على منصة التتويج في ختام الدورة 12 من منتدى الإعلام العربي، خاطفين جائزة الصحافة العربية بعد تنافس بين 4000 نص صحفي في 13 فئة. جائزة الصحافة العربية منحت الإعلام المصري حمدي قنديل شخصية العام، فيما ذهبت جائزة الصحافة السياسية لعثمان لحياني من صحيفة الخبر الجزائرية. أنا جيت سعيد بهذه الجائزة، بالتأكيد هي يعني تعطي الانطباع السعيد بتواجدي بفوزي بالجائزة وبتواجدي ضمن كل هذه الكوكبة الجميلة والرائعة من الصحفيين الجزائريين ومن الصحفيين العرب. انطلاقا من هذه الخلفية كنت أرصد حراك التيار السلفي في تونس، توجهاته، أدوات عمله، هل هو يتجه إلى العنف أم أنه سينخرط ضمن المنظومة السياسية. لذلك كان العنوان هل يفرط التونسيون في نعمة السلم، انطلاقا من أننا في الجزائر خلال فترة العشرية السوداء كنا نبحث عن السلم أكثر من أي شيء آخر بسبب الأزمة الأمنية العنيفة التي مرت بها الجزائر. في فئة الصحافة الاقتصادية كان الفوز من نصيب خالد البحيري من الرؤية العمانية، فيما خطف أمين الدوبلي من الاتحاد الإماراتية جائزة الصحافة الرياضية. وفي فئة الحوار الصحفي كانت الجائزة من نصيب نضال حمدان من البيان الإماراتية. أنا فزت بجائزة الحوار الصحفي، والحوار الصحفي كان قبل تقريبا 13 شهر مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دكتور عبد اللطيف الزياني. الحوار كان شامل بجميع الجوانب السياسية، الأمنية، الاجتماعية، موضوع التكامل الاقتصادي، العثرات التي تواجه العمل الخليجي المشترك. لبنان استطاع هذا العام خطف جائزتين، فتم تكريم الصحفي حازم صياغة بجائزة العمود الصحفي، فيما فازت رشا أبو زكي من جريدة الأخبار اللبنانية بجائزة الصحافة التخصصية. أكيد شعور حلو أن واحد يتكرم على شغل اشتغله، على موضوع هو مؤمن فيه وعلى فكرة مؤمن فيها، وشي حلو أن تنتشر فكرة موضوعه بجائزة. بتمنى أنه توصل الرسالة ويصير في بحث علمي بعالمنا العربي وخصوصي بلبنان. موضوعي هو تحديدا عن البحث العلمي، عن ضعف الأبحاث العلمية بلبنان خصوصي، ومنها انطلقت للعالم العربي. في فئة الشباب كانت الجائزة من نصيب السعودية اسمهان الغامدي، التي تقاسمت الجائزة مع كل من هدى بارود وهيثم محجوب لتخطف جائزة الصحافة الإنسانية التي تم استحداثها هذا العام الصحفية حنان خندقجي من جريدة الغد الأردنية. كنت كثير خايفة صراحة، ولكن يمكن هاي الجائزة عم بتزيد علي المسؤولية إنه في التحقيقات القادمة اللي إن شاء الله رح أعملها لازم تكون يمكن بنفس المهنية والموضوعية اللي اشتغلت فيها هذا التحقيق. الموضوع كان هو عم بيوثق الانتهاكات اللي عم بتصير على الأطفال المعاقين داخل المراكز الخاصة، من ضمنها اعتداءات جسدية، نفسية، اعتداءات جنسية في بعض الأحيان كانت تصير في المراكز. ومن الكتابة الصحفية إلى الصورة، حيث ذهبت جائزة أفضل كاريكاتير لرائد خليل، فيما خطف جائزة أفضل صورة صحفية على بدرنا. أول شيء عندي شعور مضاعف، لأنه هي أول جائزة عربية لإلي بعد 90 جائزة دولية، يعني هو بعتبره تكريم مضاعف. وتنشي أهمية الجائزة، يعني جائزة دبي والسمعة الطيبة لها، يعني هذا عم يخليني أشعر بالسعادة المضاعفة أيضا. على أول موضوع له علاقة بالأزمة بشكل عام، الأزمة اللي عم تمر فيها الوطن العربي، وتحديدا هو موضوع له علاقة بالحوار ولغة العنف السائدة. يعني دائما الحوار عم يستند إلى الدم والقتل والترهيب في كثير من القضايا. بالتأكيد شعور جميل جدا، خاصة أنه أنا جدا بحب هذه المهنة وعز أصدقائي هي الكاميرا، وهذا تاني مرة أنا بتشرف بإني باخذ نفس الجائزة هون ب 2009 واليوم ب 2013، وهذه كمان جائزة رقم 23 لإلي في مسيرة عملي في مجال التصوير الصحفي. هذا بيعطينا مسؤولية أكبر، هو صح إحنا بنشعر بالفخر لكن نشعر بمسؤولية أكبر، خاصة أننا نصور أوضاع صعبة في الوطن العربي. الجائزة كرمت هذا العام في لفتة خاصة رئيس مجلس الجائزة خلفان الرومي الذي تغيب عن الحفل، فيما ذهبت جائزة الصحافة الاستقصائية للصحفي عبد الوهاب عليوة من صحيفة الوفد المصرية. كنت طبعا شعور جميل جدا، خصوصا دي تاني مرة ليا، الأول كانت الشبابية في 2010 ودي تعتبر أول، معايير طبعا مختلفة، فالتقييم أكيد بيدي إحساس واندفاع
ان في المستقبل ان الواحد يقدر يخوض ويقدر حاجه زي كده، بتعتبر تكليل لجهد العام كامل اللي قدر فعلا يجتهد فيه، وبنحمد ربنا عليها يعني، وبنتمنى الفضل منه. هو الموضوع كان الباب الملك لتهريب السلاح الى مصر، كان بيتناول بعد الثوره المصريه انتشرت تجاره السلاح الثقيل لاول مره في تاريخ مصر. دورنا نبارك لكل الفائزين وخاصة الصحفية السعودية أسمهان الغامدي. مشاهدينا أخبارنا الآن انتهت، فاصل أول ونتابع فقرات سيدتي، خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، مواد كيميائية قد تغزو الجسم نتيجة تعفن الدم.